الخبر الاول اللي عدنا عن نور ستار ودخولها للمستشفى. فنور ستار نزلت على حسابها بالانستغرام شويه ستوريات واللي كانت تقول بها انه هي حاليا راح المستشفى، ولكنها ما قالت السبب، ولكنها اكدت اكثر من مره انه هي حاليا راح المستشفى، او نقدر نقول هي راح للطبيب. رايحه على الطبيب، دعولي. اوكي هنجري على الطبيب، دعولي. يعني مشي كتير خطير، بس انه بكره اروح على الطبيب. الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر. فاول يوتيوبر اللي عدنا هو احمد حسن وزينب. فاحمد حسن وزينب نزلوا على حسابهم بالانستغرام هذا الستوري اللي يعلنون من خلاله انه راح يصورون فيلم، وهذا الفيلم راح ينزل بالاسبوع الجاي، ولكنهم كانوا طالبين عمل تصوير الفيلم شخص يكون عمره من 45 سنه الى 65 سنه، وبنفس الوقت طلبوا ان تكون اكو بنيه، هذه بنيه عمرها من 25 الى 35. فاكتبوا لي يا حبايب بالكومنتات قد انتم متحمسين لفيلم احمد حسن وزينب الجديد. اما اليوتيوبر الثاني اللي عدنا فهو نور مار. فنور نزل على حسابه بالانستغرام شويه ستوريات يقول بها انه يوم السبت راح ينزل مقطع رهيب وناري، وانه هذا المقطع صوره هو بالشارع، وطبعا بنفس الوقت هم قال انه راح ينزل مقطع يوم الثلاثاء، وهم راح يكون مقطع رهيب. راح احط لكم هذه الستوريات شوفوها. بالفيديو اللي نزلته لهم على اليوتيوب حطيت لكم تعليق مثبت وقلت لكم يوم السبت راح يكون في فيديو جزء ثاني للناس اللي نحن نطبخ والبنات يدوقوا، فغيرت رايي. هو مصور هذاك راح ينزل يوم الثلاثاء الجاي، بس يوم السبت راح ينزل فيديو احلى بكثير. لهي غيرت رايي، راح يكون فيديو بمناسبه السنه الجديده، فخليكم جاهزين راح نصوره برا بالشارع، فراح يكون فيديو جد رهيب. مشان هيك انا غيرت فكره الفيديو من هذاك لهذا، فخليكم جاهزين يوم السبت لفكره فيديو جديده، ويوم الثلاثاء بعد السبت راح يكون فكره. الخبر الثالث اللي عدنا عن المتابعين وفضيحتهم لعائله بدر، واخفاهم الاسم انس واصاله من التعليقات اللي عدهم، وبهالحاله ينضمون للعوائل خافين اسم انس واصاله من التعليقات اللي عدهم. طبعا بالنسبه للدليل لو ندخل على اخر مقطع نزلوه عائله بدر، ونكتب بالكومنتات كلمه انس واصاله، بعدها نروح على كلمه الاحدث اولا عمود نحفظ التعليق، ونحفظ التعليق لاشخاص العلاقه وياي. بعد ما نحفظ التعليقات زين نروح نغير الحساب عم نشوف هل التعليق راح يطلع للناس او لا. فبعد ما غيرنا الحساب وننزل بعد التعليقات ونروح على كلمه الاحدث اولا عمود نشوف تعليقي هل هو ظهر او لا. مثل ما شايفين فتعليق ما ظهر، وانما تعليق الاشخاص اللي علقوا وياي موجود، فهم حاضرين الاسم. فاكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات شو رايكم بهذا الخبر، وشو رايكم حركه عائله بدر بخفاهم الاسم انس واصاله من التعليقات اللي عدهم. الخبر الرابع اللي عدنا عن نارين بيوتي والتهجم اللي تعرضت له. بالنسبه اللي سال عن السبب، فنارين بيوتي نزلت على حسابها بالانستغرام هذه الصوره اللي كان صوره لبطنها، اللي نوعا ما نقدر نقول عليها صوره غريبه، طلعت مطلعه شويه من بطنها حاطه فيسين يبكون فوق، تعرضت للهجوم من خلالها انه هي ليش مطلعه بطنها مثلا. ما ادري صراحه، اكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات شو رايكم بهذا الخبر، وهل هي تستحق هذا التهجم اللي تعرضت له او لا. بس والله وصلنا لنهايه المقطع. وبس والله هنا وصلنا لنهايه المقطع. اتمنى المقطع عجبكم، تحطون لايك وتشتركوا بالقناه عشان يكون فيها زي مقطع من القصص. وبس مع السلامه.